مرحبا أصدقائي، لقد تأخرنا عنكم، والآن أحضرت لكم القصة الجديدة اسمها رانيا والشمس. الوقت شديد البرودة في الشتاء. عادت رانيا من المدرسة لأول يوم دراسي لها. أصبحت الآن في السابعة من عمرها. نظرت إلى الشمس التي ترسل القليل جدا من الحرارة وقالت لها: أيتها الشمس، لماذا الجو شديد البرودة هكذا وأنت لا ترسلين حرارتك لتدفئينني؟ ثم قالت للشمس بغضب: أنا لا أحبك، أكرهك لأنني أرتعش من الهواء المثلج البارد وأنت لا تشعرين بي. ووصلت رانيا إلى منزلها وأخذت تدفئ نفسها في الفراش. مرت الأيام والشهور حتى جاء وقت الصيف. أخذت حرارة الصيف تشتد وتشتد مرة أخرى. نزلت رانيا في أحد الأيام لشراء طلب لوالدتها. شعرت بشدة الحرارة فنظرت إلى الشمس وقالت: لماذا ترسلين كل هذه الحرارة؟ أنا أتضايق جدا من الحر الشديد ولا أتحمل العرق وسخونة الملابس. ثم أضافت: أنا لا أحبك، أكرهك لأنك تؤلمينني بحرارتك. وبعد أن عادت رانيا إلى المنزل، وقفت في الشرفة تعيد كلامها للشمس. ثم سمعتها والدتها فابتسمت وقالت لها: كيف تحدثين الشمس هكذا يا رانيا؟ أجابت قائلة: لأنها تسبب لي الضيق والحر الشديد يا أمي. دخلت رانيا وجلست الأم بجانبها وبدأت توضح لها الأمر قائلة: إنك ما زلت صغيرة يا ابنتي، وعليك أن تعرفي أن الله سبحانه هو الذي خلق كل شيء، خلق السماء والأرض والناس والحيوانات، خلق الشمس والقمر أيضا لمعيشتنا وراحتنا. القمر كبير جدا جدا وبعيد جدا أيضا، ولكنه يضيء لنا في الليل، والشمس أيضا كذلك ترسل حرارتها ودفئها، ولو اقتربت الشمس مسافة أخرى من الأرض لمات الإنسان والحيوانات والنباتات من شدة الحرارة أيضا، ولو ابتعدت عن الأرض مسافة أخرى لتجمدت الأشياء ومات كل كائن حي. ابتسمت رانيا وقد فهمت كلام والدتها. وفي اليوم التالي شاهدت الأم ابنتها تقف بالشرفة وتنظر إلى الأعلى وهي تقول: أنا أحمدك يا ربي لأنك خلقت كل شيء لخدمتي وراحتي، وأنت أيتها الشمس، أنا أتأسف لك عن كل ما قلته لك من قبل. شكرا لاستماعكم، حتى نلتقي مع قصة جديدة، تحياتي لكم.